للمزيد عن هذا الخبر بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذة شيرين عاصم، مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أستاذة شيرين، هذا الخبر بيتحدث عن انطلاق المعرض هذا العام والتركيز على الحرف التراثية والوجه الآخر من الفنون والتراث للفن المصري تحديدا، حدثينا عن هذا الأمر لو سمحت. الحقيقة هو المعرض معمول في كايرو فاستيفال سيتي، والمعرض من يوم 23 فبراير ل 11 مارس من 10 الصبح ل 10 بالليل. أنا عايزة أقول لحضرتك أنا امبارح انبهرت بالمعروضات الجديدة اللي صديقة للبيئة معمولة من إعادة التدوير. يعني أنا الحقيقة أنا كل معرض، أنا بقالي 25 سنة في المجال ده، كل معرض بشوف حاجة جديدة، بشوف حد من الشباب طالع بفكرة جديدة في إعادة التدوير، وكمية الجمعيات اللي شغالة على الموضوع ده الحقيقة يعني الوزارة تشكر على المجهود اللي بيتعمل مع الجمعيات. لازم الناس تيجي تزور المعرض. حضرتك اتكلمتي عن النحاس والزجاج والأرابيسك. نعم. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك أنا من كتر امبارح ما شفت حاجات جديدة أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه. يعني كمية الحاجات اللي موجودة وكمية الأفكار، يعني لازم الناس تيجي تشوف ده حتى لو ما اشتروش. طب سيادة المستشار، خليني أسأل حضرتك، لأن حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا. حضرتك طبعا خبرة طويلة وكبيرة في هذا المجال، ولكن بالحديث بقى عن المنتجات صديقة للبيئة وهو اتجاه الدولة المصرية دلوقتي للحفاظ على البيئة، حدثيني عن هذا الاهتمام لو سمحت. حضرتك احنا دلوقتي عندنا جمعيات كانت من زمان قوي موجودة بيشتغلوا، كانوا بيشتغلوا على الناس اللي بتجمع القمامة، وكانوا بيعملوا إعادة تدوير من الحاجات دي. امبارح شفت أكياس نايلون متجمعة مع بعض، مجموعة من القمامة ومضغوطة بطريقة معينة وعاملين منها شنط. شفت جمعية من أسوان واخدة الجريد بتاع النخيل اللي بنعمل بيه الأقفاص اللي بتحط فيها الفاكهة، متقطعة بأطوال معينة وأشكال معينة، ومعمول نازل منها، معمول منها نجف وتابلوهات على العرجون بنوى البلح. دي حاجات كلها جديده. شفت ورق معمول من قش الرز، بياخدوا مخلفات قش الرز بيحطوها في ميه وبيضربوها في الخلاط وبيعملوا مصفى ويطلعوا شيكس ورق، واكتشفت امبارح ان الحاجات دي بتتصدر لالمانيا. طبعا ده من فترة طويلة جدا، بقالنا أكتر من 6 سنين بنصدر هذه المنتجات. الحلفة، إعادة تدوير المخلفات الزراعية بتاعت الحلفة، لقيت إن الوادي الجديد، دهشور، أبو سير، الحتة دي كلها بيشتغلوا في الكلام ده. نعم. بعدين العارضات ما شاء الله عليهم، والعارضين ما بياخدوش المنتج زي ما هو، بياخدوه وبيطوروا عليه. يعني مثلا تكون واحدة بتشتغل مثلا تطريز فيخلوها تطرز على الجريد أو تطرز على الحصير أو تطرز على العرجون أو على الحلفة، حاجات مختلفة كتير. يعني حضرتك بتتحدثي أيضا، أنا فاهمة طبعا، يعني علشان نوضح للناس أكتر يعني، بس حضرتك قلتي نقطة كمان مهمة جدا وخليني أخدها من حضرتك. حضرتك بتقولي إنه مش بس بنقدم منتجات، لكن كمان في عملية تأهيل وتطوير وتعليم للعارضات علشان يقدموا منتج أكثر فخامة وأكثر حداثة، صح كده؟ بالظبط يا فندم. حدثيني بقى عن النقطة دي. دلوقتي حضرتك دايما احنا بنحاول نعمل ايه في الوزارة؟ بنحاول نستعين بالقطاع الخاص بالمصممين. عظيم. وبناخد المصممين يا اما بنجيبهم في المعارض يبقوا معانا، او انهم يجوا يزوروا المعرض، بحيث المصمم هو اللي بيطور لي الحرف. ليه؟ المصمم بيعمل لي حاجة مواكبة للعصر، الحرفي بيشتغل الحاجة بس. هو زي ما بيشتغلها من 20-30 سنة زي ما هي، ما بيطورش عليها لان هو مش اكسبوز زي المصمم. فالحقيقه ساعدونا دول، والمصممين دول كانوا طلبه من الجامعات، لان احنا عندنا بروتوكولات تعاون تقريبا مع معظم الجامعات الخاصه. اشتغلوا كتير قوي مع ان هم يطوروا الفانكشن بتاع المنتج، الوظيفه بتاعت المنتج. يعني بقول لحضرتك امبارح شفت حد عامل نجفه من الجريد بتاع النخيل ونوى البلح.
دي كانت اول مره اشوف حاجه. حضرتك تتحدثي هنا عن الابداع في التصميم ايضا ومساحه الفكر والاختلاف كمان بما يتطور مع الحداثه في المعرض، شيء مبهر جدا الحقيقه وشيء مميز اللي بنقدمه من زي ما حضرتك قلتي الطلبه وصغار الشباب. سياده المستشار مستشاره وزير التضامن الاجتماعي الاستاذه شيرين عاصم، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا ونورتينا واوضحتي لينا الحقيقه هذا المعرض الجميل جدا واللي بندعو طبعا كل المصريين للذهاب اليه. شكرا جزيلا لحضرتك.